ما اعطونا جدول امتحانات اليوم. اعطتكم جدول الامتحانات؟ معناها الاسبوع الجاي الامتحانات. ايه ما عاش في وقت يا حليلي. امتحانات امتحانات طاري طاري امتحانات امتحانات طاري طاري. هيا طلع كراسة كشكول، خلي نديلك مسائل وانت حفظي من سما عليك. ماما مش بنمشي السوق؟ سوق شنو؟ تشبهي في خوتك عندهم امتحانات وتقولي لي سوق؟ مازال ماما الامتحانات الاسبوع الجاي. بري من علي انقري في خوتك، مش فاضية. يا حاجة ديري لنا قهوة، جوني جماعة. جماعة شنو اللي جوك؟ ما يعرفوش ان عندنا امتحانات. شنو تبين نقولهم؟ ما تجونيش، ولدي عنده امتحانات. بالله شنو تقولي انتي وتحشميني مع الناس؟ انا ما دخلنيش، عندنا امتحانات ومش فاضيين، ما تجيب لي حد. انا هالعجوز هذي بتهبلني وتحشمني؟ شنو حليت فتشة؟ ايه حليت؟ تراويني؟ اهدي يا ماما اهدي. مقول اما شنو يا زبكش؟ ازكي انتي وياها عادة. شنو اخوتكم عندهم امتحانات؟ ياك هم عندهم امتحانات وحنا نحصلوا لنطلعوا لنخشوا لنتكلموا لنظهروا الشي. ماما تعرفي خاطري؟ شن خاطرك ولادي؟ خاطري في دجاجة محمرة. انا صليت مع اخوك عنده امتحانات وخاطره في دجاجة محمرة. وانا شن دخلي؟ شنو شن دخلك؟ خوك يبي يركز في القراية، لازم ياكل اللي في خاطره بسرعة. ايه هذا كنا ما نعرفوش اسمه، كنا ناكله في العصا مش في الدجاج المحمر. قلت لك جيب دجاجة محمرة وما تكترش دوا. نادو نادو انتي وياها امتحانات وراقين لي توا. ماما كركش بس عندها امتحانات، شن دخلنا؟ نادو عاون اختكم وضموا عليها، عندها امتحانات مش فاضية. واك منو اللي جاينا في الامتحانات؟ احنا مش فاضيين. اهلين يا جارتي، تفضلي انستيني. ها شنو ديري يا نجمة؟ اهو تشبحي فيا مش فاضية. بطشة عندها امتحانات ونقري فيه، شني انتي ولدك ما تقريش فيه؟ طالعة ومسيباتها. لا قريتها الصبح ياسر، قلت خلنجين هدرز عليك. ايه قرت ولدها وتمت وجاية تعطل فيا. ايه ايه تمام خلاص ماشي، ما نقدرش توا مرات يسمعني حد. لا نبي اكيد. ها صليت خير يوشوش في النقال. يما ما تبي شي؟ علاش وين ماشي؟ عندي مشوار هيك وجاي. مع منو؟ ارفع معاك بطشة. ها بطشة؟ ايه ايه بنيجي معاك. شنو نرفع معايا؟ قعمز ويهني روح. قلت لك ارفع اخوك معاك، علاش تبيش ترفع؟ ها شن عندك ما تبيش خوك معاك؟ ما عندي شي يما، بنقعمز مع الشباب مش نرفع اخوي الصغير معي. عادي صغار الناس كلهم يرفعوا فغوتهم الصغار معاهم. واك من صغار الناس هما اللي كل شي يديروا فيه. اي برا اركب يا فرخ. دقيقة خلي نبدل لها حوايجه. تعال بطشة تعال. ولادي خلي عينك على صليطة وشوفه وين يمشي مع من يمشي وشين يدير وشين يقول وكل شي، وتعالى قول لي باهي. حاضر ماما. شاطر ولادي، هاي برا ورد بالك على روحك، استودعتك الله. تلا وعرين هلبة، حتى ميسي ما قدرهمش. يا ميسي كان انا راه مصحت بيهم او لامس لاعب مباراة حشيتهم 10، شي ما حد قدر ياخذ مني الكور. انت او لامس نسمع فيك تقول لاخوي عبدو بانكم خسرتوا 4-0 ومسحوا بيكم وقريب تبكي. يا بلاط من امتى تعرف تلعب انت اصلا؟ انا استغربت. فاشل حتى بستيشن ما اعرفش العب. فتوه فتوه. اه لا لا ذاك يوم تاني كنت اصلا في الاحتياط ما لعبتش. كيف اضحك اخوك ما عاد فيه. تعال اوريك يا فرخ. اه شن قلت انا؟ اسكتوا برا تفرج على السيارات. ايه ريت السيارة الجديدة جايبها. كيف صار وين عكري؟ يا مقدمك يا راجل، خلاص هذيك فديت منها قلت نغير واحدة تاني. ها
هذه مش سيارة ولد عمي اللي جايين بها، خلاها عندك لأن سيارتك واقفة وما عندكش فلوس باش تصلحها. سكر فمك يا فارق عشان دخل في دودك كبار انت. شو قلت انا؟ اسكت ولا نروح بيك تو. انت علاش جايبة معاك اصلا؟ حصل شو بتدير اي؟ غير تعال انا بنقول لك. شو تدير يا فرخ؟ شن حركات الناس من هاد؟ اه شنو؟ تعال تعال. يوم ما في عشاء روحتوا؟ ايه روحنا يا ماما. تعال اولادي تعال، قام عرنودي سخني اخوك العشاء. تعال بطشة تعال. ها؟ قولي شن درتوا؟ ما درنا شي. شنو ما درتوا شي؟ عكسنا في الشارع وعدانا السيارات. ايه وشربنا نسكافيه ايه وهدرزنا. ايه وشني اختي صليطه مع صحابها؟ حقا ماما تعرف صليطه شن قال لي صاحبه؟ شن قال؟ قال بصوت واطي بطشة ماما. شن حركات تعود في الدوه يا مش حركات تريس هادي يا لا تعودنا بعواد الدو نقعد حاصلين فيه بعدين.